بالماضي بالماضي ما كاش كيفو بالماضي لي زوم راهو في تحسن ان شاء الله راهو في تحسن ما طلعناش المونديال هبط شوي الاداء ومن بعد درك الحمد لله راهو في تحسن والله البريود هذايا طاح شوي مش كيما قبل معناتها 2020 2021 ان شاء الله جاي خير ويتحسن اكثر واضح في تاف ان شاء الله مليح الاداء تحسن تحسن ملحوظ الحمد لله وزيد بالنسبه اللي جان اللي جابهم بالماضي بربي ان شاء الله راح يكون مستوى راقي وعالي بزاف بزاف بربي يوفقهم بالتوفيق وان شاء الله 3-0 ان شاء الله اليوم بربي ان شاء الله المنتخب تاعنا يدير نتيجه ايجابيه ونطلب المدرب يلعب لنا الوجوه الجديده قاعد يتناقص على قبل كي شغل قاعد يتدنى المستوى تاعو بصح بربي ان شاء الله يمر بفتره فراغ ويفوت هذه ربح المنتخب الوطني ويخليه بالماضي يخدم على روحه بالماضي يقعد يخدم في عمل جبار ومع الاضافه للجوار تاع الجوار الجدد دمة بربي ان شاء الله يا ربي فيها خير ونتوقع النتيجه ديال 0 وتحيه للجمهور العنابي والجمهور الجزائري ان شاء الله وخليونا بالماضي يخدم برك يا خاوتي ما تبقاوش تعيطوا عليه وكسر دونا ريسانا با وان شاء الله مربوح علينا ومرحبا بنا عند خاوتنا توانسه وديما اللي يسمع النبا وان شاء الله طلع العام هذا ما كتعرف عندهم بزاف ما لعبوش سي توطافي نورمال يكون مش متناسبين مي مربوحه اليوم ان شاء الله نشوفوا اداء واحد اخر ان شاء الله تاع الله بالماضي غير يخليوها برك ما شاء الله واضح بونشاح شوف بونشاح راهو يمر في مرات بفتره فارغ مي الله يبارك ورجع ليا ما تحس ما راني نشوف راه ورجع في تحسن مع شي اللي صرا مع ما تكاليفيناش في كوب دي موند انا في تحسن اداء المنتخب الجزائري كان مرتفع والان راهو في هبوط يعني متذبذب بعد اقصائنا من كاس العالم كان يعني مستوى متذبذب شويه في الاونه الاخيره شويه وانت ان شاء الله نبقاو في تطور مستمر والله ما عندنا مشكل مع بغداد بونجاح بغداد بونجاح تراجع نوعا ما المستوى تاعو على هذه ما عيطلوش الناخب الوطني دركا كيعاودوا لها في السد القطري هاو يماركي ويسجل او عاود كونفوكا اداء رائع اداء ممتاز بالماضي نشكر بالماضي بزاف 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 او في تحسن فريقه وقاعد يتعاود من جديد رجوع ان شاء الله